بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن ادفانسد ايمجينج اند ارتفيشال انتليجنس. معاكم دكتور احمد جلال. الادفانس اندوسكوبي تكنولوجي، احنا عندنا الكلام الجديد ان احنا عندنا نيو اندوسكوبي بلاتفورم وفي ايمجينج ادفانسز جديده. اول حاجه هنتكلم عليها الاولمبس. اولمبس منزله الاكس 1. الاكس 1 فيه فيتشرز جديده. الفيتشرز ديت اول حاجه الام بي اي. الام بي اي زي ما احنا عارفين في الموديلات القديمه كان اللون بيبقى غامق شويه، في 190 الموضوع اتحسن، في الاكس 1 الصوره بقت اوضح بكتير لانه بقى بيعتمد على الليد، فبقاش في الضم اللون الغامق اللي كان بيحصل بتاع زمان. بالنسبه للتي اكس اي، التي اكس اي ديت النيو وايت لايت، انا بعمل تكشر اند كلر انهانسمنت، فبدات اشوف الصوره اوضح بالديتيلز بتاعتها، وده بيخلينا نديتكت الليجن اكتر من غير ما اشغل الام بي اي. الايدوف اللي هي الاكستندد ديبس اوف فيلد، زي اي حد بيصور انت المفروض ان في الصوره ليها فوكس والحته الثانيه مش فوكس، يعني زي ما شايفين الصوره اللي على الشمال الفوكس في النص وديت اوت اوف فوكس، ونفس الكلام الفوكس هنا في الاطراف واللي في النص اوت اوف فوكس. الايدوف بيعمل دمج ما بين الصورتين فبيطلع لك صوره كلها فوكس، فبالتالي بتقدر تشوف الليجنز افضل. الار دي اي دي تكنولوجي جديده اللي هي ريد دايكروماتيك ايمجينج، اعتمدوا ان هم بيستخدموا الليد بدل ما بيستخدموا الوايت لايت العادي، وزودوا الامبر ليد، ده بيخليك تقمت البلاد فيسلز اللون الاحمر ويبتدي يعني لو في بليدنج فانت شايف البليدنج. انت بتعمل الار دي اي دوت يلغي لك اللون الاحمر خالص ويوريك البلاد فيسلز اللي بينزف زي ما انتم شايفين في الصوره دي، فتقدر تحدد الليجن فين اللي بينزف وتقدر تتعامل معاه، وطبعا بيبقى اقل للدكتور من الاستريس اللي موجود. اخر حاجه الارتفيشال انتليجنس، بقى نازل في كل المناظير دلوقتي الارتفيشال انتليجنس، الاي اي وكمبيوتر اسيستنج دايجنوزيس. بقى داخل ازاي الارتفيشال انتليجنس؟ ده جهاز بيركب على المنظار بتاعك، بالتالي بيبتدي وانت ماشي بيعلموه ازاي يديتكت البوليب، فبالتالي بيعرفها لوحده، زي ما بتنزل صورتك على الفيسبوك بعد شويه تيجي تنزل صوره ثانيه ليك واصحابك، يبتدي يعرفك ان هو لوحده ويقول اه ده محمد ده احمد. نفس الكلام وانت شغال بالمنظار يبتدي يحدد على مكان البوليب ويبتدي يقول لك اه خد بالك دي بوليب، ويعمل لها تريسنج، يعني انت مش بجد بيديتكت، لا بيفضل متابعها بالبتاع الاخضر دوت يقدر يقوله لك. في اتنين مود، مود يقول لك الحته دي فيها بوليب ولا لا او يعلم لك عليها، والمود الثاني انه لا بيبقى الصوره واحده وبيتريس عليها وتدور عليها، وحتى لو اتحركت يبتدي يدور لك عليها. الكلام الجديد كمان بيبتدي يعمل لها ايدنتيفيكيشن، هل هي نايس كلاس تايب 1 تايب 2 نيو بلاستيك الكلام ده. فوجي منزله الالكسيو، الالكسيو نازل من قبل الاولمبس وصراحه صورته عاليه جدا، واعتمدوا برضو على الليد، هم اول ناس دخلوا ليد قبل اولمبس حتى، فالليد دول زودوا لون، اللون ده هو اللي بيخليك تديتكت اكتر وسموه ال سي اي، والال سي اي بقى بيديتكت الليجن اكتر. وكمان اعتمدوا في التكنولوجي بتاعتهم على السي ام اس تكنولوجي، ده حاجه في الـ في الـ في الـ في العدسات يبتدي يخليك تديتكت الليجن اكتر. ال سي اي والبي ال اي زي ما قلنا الاي بي ال اي بيخلي الصوره اغمق، لا ال سي اي بيبتدي يوريك الحتت اللي فيها بلاد فيسلز اكتر فتبان افضل، فبتعرف تعمل ديتكشن احسن. هم كانوا بيقارنوا مع الام بي اي القديم بتاعهم ان فعلا ال بي ال اي صورته اوضح شويه، طبعا اولمبس راحت مغيره وحطت الليد عشان يبقوا ايه بيعكسوا بعض، يبقى قريبين من بعض، هو دي المنافسه اللي بتخلي ان المناظير يبقى كل شويه في احدث فيها. ديت صوره للليجن بالصوره العاديه، شغلنا عليها البي ال اي بدات نعمل ديماركيشن اكتر للليجن ويقدر نحدد الايدنتيفيكيشن بتاعته ومكانه فين عشان اقدر اعمل له اي ام ار او اي اس دي. ده ماجنيفيكيشن اقدر اشوف الابسل بتاعت الليجن واقدر اشوف الميكوزال باترن والفاسكولار باترن. دي ادينوما برضو بالبي ال اي واضحه جدا، واقدر اقول ان دي تايب 2 مثلا فبالتالي بشخصها افضل. الال سي اي بيساعدني ان انا اديتكت الليجن، دي جيرد وطبعا باين اكتر بالال سي اي، فتقدر تحدد اماكن الليجن اسهل لو شغلت الال سي اي. برضه من مميزات ال سي اي ان هو ما بيخلكش تشوف ان السكريشن بتاعت الاسطول كانها بلاد، لا ده بالافضل انت بتقدر تشوفها وتعرف تحدد اي ليجن واي بلاد فيسل موجود. من الميزه الجديده ان هو بقى الانجل بتاعته 170 درجه فوايد، فتقدر تشوف افضل اي ليجن موجود. دي الكلاسيفيكيشن القديمه بتاعت اولمبس اللي هي تايب 1 وتايب 2 وتايب 3، بتعتمد على الكلر والفيسل والسيرفيس باترن، وتقدر تقول دي هايبر بلاستيك ولا ادينوما ولا ديت مالجنت. نفس الكلام دي النايس كلاسيفيكيشن. فوجي عامله كلاسيفيكيشن اسمها بيزك، بتعتمد على نفس الكلام السيرفيس والبيت باتر والفيسلز. بنتكس منزله برضو الاي سكان، وده الجهاز الجديد بتاعهم. الاي سكان عنده ثلاثه مود، الاي سكان 1 ده بيعمل سيرفيس انهانسمنت، والاي سكان 2 بيعمل تيشو اند باتر كاركترايزيشن، والاي سكان 3 اللي هو اوبتيكال انهانسمنت بيبتدي يوريك الفيسل كاركترايزيشن. طب الهاي ديفينيشن الحاجات الجديده دي بتساعدنا في ايه؟ اقدر ادكت ادينوما اكتر، واسينشال للمودرن ثيرابيوتيك كولونسكوبي، اقدر اقول الليجن دوت هيتعمل منظار؟ لا ابعته جراحه
بشخص بالاوبتيكال دايجنوز. الارتفيشال انتليجنس زي ما قلنا مهم جدا، بقى كل المناظير فيها ارتفيشال انتليجنس دلوقتي الجديده طبعا، فوجي وبنتاكس واوليمبس منزلاه. هناخد اكزامبلز الارتفيشال انتليجنس زي ما قلنا بيساعد في الديتكشن، بيسموه كمبيوتر كاد اي اللي هو كمبيوتر اسيست ديفايس، في البوليب ديتكشن والبليدنج ديتكشن، في الدايجنوزز بقدر اقول ايرلي كانسر ايدنتيفيكيشن وبشوف البوليب ونوعها ايه، وطبعا في الثيرابيوتيك. ده مثال للكاد اي. كاد اي ده الارتفيشال انتليجنس بتاع فوجي. زي ما انتم شايفين كده، انا الله ده حدد لي فيها هنا حاجه انا مش شايفها، ابتدي اقرب وابتدي اعمل زومينج للحته دي، ده فعلا في ادينوما صغيره جدا اهي هو محددها، فبالتالي بتعمل مور ديتكشن للادينوما باينه واضحه جدا انا ما شفتهاش من الاول، ابتدي اعمل لها اشيلها واشوف الدنيا اخبارها ايه. في فولس بوزيتيف يعني زي ما انتم شايفين هنا هو محدد على حتت كتير، لما حصل كونتراكشن فافتكر ان الحتت دي بوليب، لكن لما نفخنا هواء رجع تاني والفولس بوزيتيف ده راح، بس حددت مكانين للبوليب اللي موجودين دول، هم صغيرين جدا اقدر اشيلهم وامنع كانسر بالنسبه للعيان ده. برضو بيقدر يحدد لك التايب بتاع الليجن دوت، زي ما انا كده ال سي اي ورهاني هيشغل بي ال اي هيعمل لها ديتكشن، وهو هل تحت قال لك دي نيوبلاستيك وهنا قصده ان هي تايب 2 او ادينوميتاس ممكن تقلب فشلها. نفس الكلام هنا بوليب اهي هيبتدي يشغل عليها بي ال اي هيعمل لها ايدنتيفيكيشن ويقول لك برضو نفس الكلام نيوبلاستيك، فبالتالي الليجن ده محتاج يتشال برضو الديتكشن بالال سي اي، وبعد كده يقول لك الليجن ده نوعه ايه تقدر تشوف. الكونكلوجن بتاعنا ان التكنولوجي الجديده دي بتهلب الدكتور والبيشنت عشان بيتر دايجنوزس وديسيشن ميكنج، سيجنيفيكانت ادفانس ان كواليتي اوف ايمجنج ناو، كلنا من دلوقتي الهاي ديفينيشن وال 4 كي وال 8 كي، ريل تايم اوبتيكال بايوبسي از فيزبل اقدر اشخص بالنظر بس، والارتفيشال انتليجنس ويل بلاي ا سيجنيفيكانت رول في النير فيوتشر واللونجر تيرم. وشكرا لحضراتكم.